حلقة غير شكل من ميوزيكل مع صوت عظيم معنا اليوم مارك العايدي. أهلا وسهلا فيك غسان. دايما الحلقات حلوة ودايما في مساحات جديدة بالفن أنه نكتشفها، وفي رؤية جديدة كمان للفنون مثل ما كنا عم نحكي، وخاصة عن فن الأوبرا. صحيح صحيح. لي صباح الخير مجددا لك وللمشاهدين. طبعا سعيد يكون معي تنور مارك العايدي اللي هو بنعتبره شوي من اهل البيت بالايكول ديزار غسان يمين، لانه مارك هو عمل كل دراسته بالايكول ديزار وبعده لهلا بيعمل خلينا نقول مينتننس لصوته كمان مع الفوكال كوتش راكس شيكيجان اللي بنوجه له تحيه كثير كبيره. بقى اليوم مثل ما حكينا لي رح يكون اليوم الموضوع هو البوب اوبرا، يعني هالعده ستايلز خلينا نقول الاغاني اللي هن بالاساس يمكن ما يكونوا اوبرا، هن كانوا بالاساس مثل ما راح يكتشفوا المشاهدين، بس بتكنيك الاوبرا بيعطوا بعد اخر. خلينا نقول بقى تنقدر نربح وقت، وقبل ما نبلش شوي ندردش نحن ومارك رح نسمع اول مقطوعه اللي هي مارك اسميرالدا دانس مون اسميرالدا دانس مون اسميرالدا نوتر دام دو باري. نوتر دام دو باري صحيح، الميوزيكال اللي انعملت سنه 1998. وفي شغله كثير مميزه الي كان العيد العشرين للسنه الماضيه بجانفيه هذا اللي مرق صارت الريبريزنتاسيون 5000، رقم 5000 لها تخيل، قدمت ب 20 بلد بتسع لغات، يعني فعلا شغله كثير كبيره. بقى دانس مون اسميرالدا مارك العايدي. Oh, les années auront passé, on trouvera sous terre l'eau de squelettes enlacés pour dire à l'univers combien Quasimodo aimait Esmeralda la Zingara, lui que Dieu l'avait fait si laid. Pour l'aider à porter sa croix, pour l'aider à porter sa croix. Mangez mon corps, buvez mon sang, vautour de mon faucon, que la mort au-delà du temps unisse nos deux noms. Laissez mon âme s'envoler loin des misères de la terre. Laissez mon amour se mêler à la lumière de l'univers, à la lumière de l'univers. Danse mon espérance. Je te désire.
شيء بياخذ العقل يسلم هالصوت مارك. والفنانين ما بيغنوا اصلا هالقد بكير. اسم الله عليك مارك. يمكن هيدي قوه هيدا اللي بيفرق التكنيك الصح عن التكنيك الغلط، عرفت يعني مارك؟ لانه عنده التكنيك الصح، المدرسه اللي بنسميها يعني، انه بيقدر نهار احد بهذا الوقت يقدر يطلع بهاللمعية الصوت بهالباور اللي عنده. المفروض يكون نايم بهالوقت يعني مثلا، خاصة مارك بيستفيد من نهار الأحد. مارك بتحكينا شوي عن هذا الموضوع، انه طيب كيف يقدر واحد مثلا بيبقى بعده فايق من النوم يقدر يحمي صوته ويقدر يطلع بهيك؟ هلا اهم شيء مثل السبور بكل شيء تحمية الصوت والرفلكس المضبوط انت عم بتغني. يعني استاذ الذكرى راكشي كيجيان بتقلي على طول انه قبل ما تعمل اي شغله بدك تغني 10 دقائق لازم تحمي قبل نص ساعه. هيدي شغله كثير مهمه، ومع الوقت مع الخبره بصير عندك الرفلكسات المضبوطه تقدر تخلص حالك اذا كنت تعبان او اذا كنت منك جاهز. هو مثل بالسواقه بصير عندك رفلكسات اول سنتين ثلاثه انت عم بتسوق. في ناس ما بيصير عندها ريفلكسات حتى بعد كذا سنه، بس هيدا بنشوفك اليوم يعني للاسف. بس بتتعود انت كيف تخلص حالك، بتتعود كيف دائما تعمل اللازم تطلع احسن شيء فيك تطلعه بالوقت اللي انت فيه، لانه هي نسبيه يعني. اكيد اكحال رح نحكي اكثر عن الصوت والاداء كيف بيفرق وكيف الانسان بيشتغل على حاله، بس رح ناخذ بريك قصير ونرجع. تابعين حلقتنا بميوزيك اللي مخصصين للبوب أوبرا مع غسان يمين وضيفنا لليوم التنور مارك العايدي. غسان، سمعنا هالأغنية الشهيرة يعني إزميرالدا يلي الكل بيعرفها وتغنت بأكثر من طريقة ومثل ما قلنا بتسع لغات. اليوم أسلوب الأداء، يعني الأوبرا هي أسلوب أداء صحيح؟ أسلوب أداء وتقنية أداء. طيب يطبق على كل أنواع الأغنيات؟ ايه لا انتبه، هلا صار في عده خلينا نقول عده محاولات لستايلز. مثلا خلينا نحكي عن ستايل له علاقه بالغنى العربي مثلا، انه صار في محاولات بدون ما اذكر اسماء اكيد انه يغنوا اللغه العربيه الاغاني العربيه بس بطريقه الاوبرا. سوري غسان، بس لضيف شغله. الاوبرا هي التكنيك اللي بنغنيها بلا ميكرو، يعني وضعيه الصوت وضعيه الحرف الاصوات وصف الاحرف وضخ الصوت بتكون تتغني بمطرح بلا ميكرو. وقت عم تغني امبليفايد مثل ما نحن عم نغني هلا، او وقت بيكون عندك اغاني واصله بلا ما تعطي كل اذا بدك كل هالامبلور بالصوت اللي بتستعملها بالاوبرا بتخفف الدوزاج. يعني هي دائما المساله بالدوزاج اللي بتعطيه انت بالكفرنج للصوت وبالباور اللي بتعطيه. اذا مع مايكروفون بدك تعطي زيت الباور اللي عم تعطيه اذا عم تغني بدار اوبرا ما بيطلع حلو قد ما تكون عم تعطي الغنيه بشو لازم لها. يعني اذا بدك الباز الكلاسيكي اللي عندنا اياها او التكنيك المستعمله اللي بتصلح للمسارح الكبيره بلا ميكرو بتدوزنها بتصير تصلح لاغاني بحاجه لاقل ضخ صوت ولاقل اذا بدك برم احرف واقل موديفيكيشن للساوند. طيب كل انسان فيكون مغني اوبرا اذا عرف يستعمل صوته ولا لا؟ انه ايه، بس تعرف المغنيي الاوبرا ومغنيات الاوبرا هن في تصنيفات لهم، عرفت يعني؟ في ناس عندهم الصوت الخفيف، في ناس عندهم الصوت الاكثر رخم اكثر، يعني اللي بيسموه مثلا ليريكو دراماتيك او ليريك او دراماتيك او كل هالقصص هي، يعني في عده اصناف ثانيه تما نفوت تقنيا بالموضوع. بقى انه ايه اذا بدك نظريا ايه، يعني بس في نتيجة قدرة مش مضمونه، في قدره بحنجره الانسان انه يتصرف في صوته اذا عنده الدينة اكيد ويضغ. ايه نحن هون حتى ما عم نحكي عن جماليه النتيجه، لا تقنيا انت عم تحكي. ايه بقول لك ايه اكيد، يعني بتعرف حيلا واحد تقول له غني اوبرا بده يقول لك اوه، بيعمل لك انه حتى البنات بجربوا بيقدر. بس هلا قديش كيف تتطور معه وقد ايه هو امكانياته او هي امكانياتها هيدي بتختلف بين شخص وثاني. كنت عم بحكي عن شغله، موضوع انه المحاولات
التغييرات اللي صارت على الأغنية العربية إنه تتغنى بطريقة بتقنية الأوبرا، يعني كان العائق لها هي تركيبة اللغة العربية، يعني سيلاب مزعجة مزعجة، عرفت يعني، يعني مع احترام اللي جربوا بس ما بتعود تنفهم exactly، يعني بتصير الديكسيو بس في تقنية، ما بتعود تفهم، عرفت، ما بتعود تفهم الكلمات هن النص شو هو، عرفت، بس تقنيا عم بتنفذ تقنية الأوبرا. مش هيك برجع بقول لك الدوزاج أنا تبع تنفيذ الشغلة، يعني تبع تنفيذ باللغة العربية بدك كمان إلى مدرسة خصوصية تا تقدر أنت تعمل إذا بدك تحويل لضخ الصوت بطريقه تكون عم تلفظ مزبوط عم بتفهم بالعربي، يعني بيصير في عندك شويه تعديل على المدرسه الكلاسيكيه الغربيه، ويمكن هيك بتوصل الاوبرا باللغه العربية او باللغه اللبنانيه بتوصل ان شاء الله، هذا اللي بنامله. هلا في اكزامبل رح يمرق لي علي شوي عم نحكيه، هو موضوع هلا الاغنيه اللي بدي اديها ماركي كونتونا كلامور تبع جاك بريل. هيدي جاك بريل عملها سنة 1956، وهي تعتبر أول هيت لقلو لجاك بريل، اللي هو طبعا من أهم المغنيين اللي أدوا الأغنية الفرنسية. هلأ هو بلجيكي طبعا، وفي شغلة كتير مميزة إنه رجعت كتير نعمل له بخيز، يعني كتير ناس رجعوا عدوها، يعني سيلين ديون عادتها، جوني هاليداي عادة، وجوني هاليداي يعني هو لأنه بلجيكي كمان من أصل بلجيكي قدمها بمناسبات لأنه هالقد بتدعي هي للحب إذا بدك، وهي شوي الطريقة الدراماتيكية بالكتابة تبع جاك بريل، يعني إن كان كنص ولا كموسيقى قدمها وقت هول الأطنطاء اللي صاروا بنيس وببروكسل بالسنين اللي هلأ اللي مش من زمان. بقى في شغلة بتقول عن جاك بريل كتير مهمة، إنه وهيدي يمكن لازم كتير فنانين يعرفوا يتعلموها، سنة 66 كان بقمة المجد تبعه وقرر يعتزل الغناء بوقتها، ووقتها إنه عطى كل وقته للسينما كممثل وكمخرج. بقى هلا رح نسمع هالأغنية اللي كل الناس بتعرفها وهي شانسون أتاكس تاخد العقل، كيف بغنيها جاك بريل أو سيلين ديون أو جوني هاليداي أو إكس أو إيغريك، وكيف بتتأدى بطريقة الأوبرا. هيدا رح يكون الإكزامبل اللي حكي عنه مارك من شوية تقنيا، أكيد هيدا آخر ريبريز إلا يعني اليوم. كلنا سمع. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir le soleil. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandras de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir cela, tous les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à celle-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque corps fou. Quand on n'a que l'amour pour unique raison. Pour convaincre un tambour.
ريبريز هاي غير كل الريبريزات. يعطيك ألف عافية مارك، فعلا شيء كتير كتير حلو فعلا. يعني صوت بتعرف مارك من الأصوات اللي بتميز فيها أنه في بالانس بين موضوع القوة، عنده باور مش طبيعية مارك، هيدي كتير بتميز صوته. بنفس الوقت أنه بيقدر يعمل لك هول النيونسات والكونتراست والألوان بالصوت. بقى مارك عن جد فخر للبنان بدون شك. ممتاز، نحن ما رح نطول حكي، تنلحق اخر غنية اكيد مش هيك؟ مارك ناطرينك بطلات دايمة بميوزيكال، لانه الانطباع والاحساس اللي تركته عنا كثير حلو، بهمنا انه نضل نحس بهالطريقة. ميرسي لي، انتم بتعرفوا انا قبل هالمحطة ودائما وقتها في مجالات نحن موجودين هون على طول. شكرا لك. اخر اغنية رح تكون أليلويا لليونارد كوهين، اكيد الاغنية الرائعة وكتير نعمل له ريبريز. بقى اليوم رح نسمعها كمان على طريقة مارك رايدي. بس قبل تقول انه رح نختم فيها، ومن بعد هالفقرة في عنا بريك، وبعدها رح بنكون مع مقابلة سجلتها زميلتي رانيا اشعر مع الفنان اسعد رشدين ضمن ولو فيم. بتمنى لكم نهار احد حلو. Well, I heard there was a secret chord that David played to please the Lord, but you don't really care for music, do you? When it goes like this, the first, the fifth, the minor part. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. I've seen this room and I walked this floor, you know. I used to live alone before I knew you.